دي طبعا ارقام وولتر. عايز اتكلم معاك على طبعا. وولتر بواليا، لان طبعا. انت الفتره اللي فاتت كلنا كنا يعني سبورت، وكلنا بعض الناس كانت بتشكك، وبعض الناس بتقول انتوا جبتوا صفقه، يعني كلام انت عارف السوشيال ميديا. ارقام بواليا هنقولها وحضرتك هتشرحها بالتفصيل، لكن كمان نتكلم على الستايل الجري والتحركات، وبتتكلم صحيح. على هو تارجت سترايكر ولا هو سترايكر زي عماد متعب بياخد من، يعني نتكلم على بواليا بشكل فني اكتر. يعني انا هسترجع بحضرتك لايام كايزر سلاوتر، وحضرتك تفتكر كان في مهاجم زميلك كان اسمه مارشال، مارشال كان اللي كانوا بيحبوا الفيفا زمان ده، كنا يعني كان على طول بحطه المهاجم بتاع مارشال، كان هو هداف اعتقد الدوري الالماني موسم 97 98 قبل ما حضرتك تنضم للفريق في 98. خدوا الدوري بالظبط كده. مارشال كان واحد من اعظم المهاجمين في اوروبا المحطه، زي جيكو زي كلوزا، حتى برضه بلوسلاف كلوزا لعب في كايزر في بدايه الالفينيات. فالمهاجم المحطه دايما يا كابتن هاني بيبقى الجمهور مستني منه الاجوان، انا مش عايز منك اي حاجه. مع تطور خطه اللعب في السنوات الاخيره بدا دور المهاجم او راس الحرب يختلف، يعني ما بقاش عندنا حسام حسن، ما بقاش عندنا محمد رمضان، حتى الكابتن علي ماهر لما طلع في وسط التسعينات كان طفره. الكابتن علي ماهر كان فعلا اعجازي، تحطه على الطرف بيرقص، حريف طويل، دريبلينج عنده عالي، كان بيعمل كل ده طبعا لولا طبعا الاصابه السيئه اللي جات له من سيدي بيه في ماتش القناه. لكن عايز اقوله ان وولتر بواليا كمهاجم جاي من نادي الجونه، نادي في متوسط الجدول، بيبقى عنده فيتشر انا في وجهه نظري بتبقى ما تناسبش النادي الاهلي. ايه هي؟ ان هو دايما عقليته تارجت مان، انا الكوره تجيلي لازم افنش، مش هينفع ادور الكوره تاني. النادي الجونه مش زي النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي وصلت تكتيكيا يعني طبعا ما عرفش تخش طبعا، رجع الكوره تاني ولف والعب تاني، ما بتملش ما تزهقش. لكن في الجونه لا، الكوره جات لك يا بواليا شوط او رقص وشوط او خد بنالتي، اعمل اللي انت عايزه يعني. وساعات مش عايز اقطع كلامك، لكن فعلا مثلا في مباراه الجونه اول ما الكوره بتطلع اليمين فهم بيعملوا كروس بالظبط. النادي الاهلي ممكن ساعات الكروس يتاخر، ليه؟ لان ما فيش عدد مناسب مثلا، فبيبدا يروح مرجع تاني بالزبط. ويلف بالكوره تاني بالظبط. وبالتالي وولتر بواليا برده جه اول ما جه النادي الاهلي على طول شارك في المباريات بشكل سريع جدا، فربما في البدايه لسه هو بيحاول يتسيستم طبيعي على اسلوب لعب النادي الاهلي. ده شفناه امتى بقى؟ شفناه امبارح وولتر بواليا كان بينزل كتير بره منطقه الجزاء وبيحاول يستلم ويسلم، ما يبقاش المينتاليتي بتاعتي او عقليتي ان انا اخد الكوره واشوط. بالظبط، لا لازم تنزل تلعب مع الزمالك، ودي النقطه كانت مميزه محمد شريف في بدايه مبارياته في الدوري. ليه؟ محمد شريف سريع، بتحطه بين اتنين مساكين وهو بخفه حركته بيقدر يسرق وبيقدر يهرب، وبالتالي ما فيش مقارنه ما بين لعيبه الاهلي. انت في الاخر عندك تولز بتستخدمها النهارده، زي النهارده حضرتك بتقول من شويه ايمن اشرف لا قدر الله يعني اصابه جات له على طول، ياسر ابراهيم انزل انت عندك تاسك انزل اعمله. وبالتالي المدير الفني هنا بيحاول ان هو يبقى عنده اعتماد وعنده حلول وكمان كتير.